أحبتي المشاهدين، أسعدتم مساء، كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر مبارك عليكم. نحن الآن في مدينة ألعاب أو من أمام مدينة ألعاب سمايل لاند في كركوك. مثل ما تشوفون العوائل متجهة، هم وأطفالهم يتجهون إلى مدينة ألعاب سمايل لاند لقضاء أجمل الأوقات. خليكم ويانا، راح نوزع جوائز داخل هذه المدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيامكم سعيدة، نقول لكم كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأيامك، كل عام وأنت بخير، عليك وعلى الشعب العراقي إن شاء الله، كلكم بأتم حال، ويا ربي يعم الأمن والأمان إن شاء الله والاستقرار بالبلد، وهلا ومرحبا بك. شلون تشوفون الأجواء بصورة عامة بمدينة كركوك يعني؟ والله الحمد لله زينة، بجهود القوات العراقية الحمد لله. أكو بعض يعني الامور صارت قبل فتره، اي بس ان شاء الله يتجاوزوها يعني مباشره، يعالجون الامر ان شاء الله الامن زين. يعني قصدك شنو، الانتخابات مثلا؟ لكوني يعني راح احكي لك اياها كمرشحه، يعني كنت النكبه اللي صارت نكبه كبيره، نكبه التزوير. اتمنى، هو عيد طبعا، بس انا صراحه العيد الاكبر هو اذا صار عنده فرز ان شاء الله يدوي، لان حقوقنا كلها راحت يعني بأقرب وقت إن شاء الله. يا طالب يعني من خلال قناتكم، ووجه تحية لأخوان التركمان اللي هم خلوا بصمة شرف بمظاهراتهم، الحمد لله قدرنا نصل لحقنا وإن شاء الله يصير. بعيدا عن الأجواء السياسية، عندك أحد خارج القطر أو بعيد عليه أو ما هنيتي نسيتي تهني من خلال قناة صلاح الدين تهني له؟ ما عندي، عندي بس والدتي، أنا أهلي كلهم شهداء، بس والدتي اهنيها من خلال قناتكم، هي موجوده. الله يسلمك، الله يبارك بك. ايش تقولي لها؟ اقول لها كل عام وانت بخير ان شاء الله. انا عايدتها طبعا اول الناس، هي تحبين العالم كلها تشوف يعني معايده بنتها لامها يعني. اي اقول لها كل عام وانت بخير يمه ان شاء الله، صبر. الله ينطيها الصبر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. شلون تشوفين اجواء مدينه العاب سمايل لاند يعني بصوره عامه في كركوك، شلون تشوفيها؟ والله اول مره بحياتي ادخل لها، بس الحمد لله اشوفها اجواء حلوه وازدحام، ماكو فد شيء يعني، امان. الاطفال ما الاولاد الاطفال ما ركبوا المراجع، خلينا نقول الموجوده هنا بلي، ما خلوا لعبه ما صعدوا بيها. شنو رايك لو نعطيهم بطايق هم يلعبون اضافي، خلينا نقول او ثاني يوم؟ والله ممنونين. ان شاء الله. الله يسلمك. هاي البطايق مقدمه من مدينه العاب سمايل لاند، يعني بطايق تصعدون بها الالعاب مجانا يعني للاولاد، موجوده هنا. زين، هاي لكل بطاقه شخص. ان شاء الله، ممنونه استاذ. بطاقه تهنئه، شو تحبين تقولي بمناسبه عيد الفطر المبارك؟ والله احب اعيد امي واخواتي، وان شاء الله الله يصبر امي، وان شاء الله الحويجه ترجع، وإن شاء الله الله يستر على كل المسلمين والمسلمات، والله يحفظ لنا أهل كركوك إن شاء الله، ويعم الأمن والأمان والسلام إن شاء الله. أنتم من الحويجة إن شاء الله؟ إي والله من الحويجة. أنتم أهلنا يعني، أنتم مو نازح، أنتم أهلنا موجودين بين أهلكم يعني بكركوك، هم مدينتكم يعني. الله يسلمك، الله يسلمك عين، الله يسلمك. احنا من نهنيكم بمناسبه عيد الفطر المبارك، ان شاء الله يعم الامن والامان في ربوع بلادنا الحبيب العراق ان شاء الله. تسلم تسلم، بارك الله بك. شو تحبين تقولين او بعيد واحد بعيد عليك ما هنيتي تحبين تهنيه؟ والله لحد الان اخويا ما هنيته، اقول له كل عام وانت بخير، وان شاء الله كل سنه واشوفكم متونسين ومرتاحين، وان شاء الله هم ما يبقى. اقول لك كل عام وانت بخير. عيني الف هلا، حياكم على راسي. انت بألف خير. شلون نشوف الاجواء بمدينه العاب فان سيتي في كركوك يعني هذا العيد، شلون نشوفه يعني، اكو فرق عن الاعياد القبل؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناه صلاح الدين طبعا وكادرها خلف الكواليس، ونشكر قناه صلاح الدين، هي سباقه بهيج امور يعني، ما شفنا اي قناه غير قناه صلاح الدين، نشكرها طبعا جميعا. عين اشكر. عندك احد تريد تهنيه يعني خارج القطر او بعيد عليك؟ طبعا اول شيء اهني الشعب العراقي بهاي المناسبه بعيد الفطر، وعلى امه الاسلاميه جميعا، واهني بالذات شعب كركوك، اجواء يعني حيل حلوه، بس احنا نتمنى يعني السياسيين شويه يصلحون انفسهم، لان هذا الشعب العراقي متونس وفرحان، بس امور
يعني مع الاسف السياسيين لحد الان يعني ما ظهر شيء منهم، لان شفنا ظلم. شو تحسين ده؟ شوف يعني من كل القوميات موجودين، خلينا نقول القوميات او الاديان المتصهره يعني في كركوك، ده شوفهم موجودين هنا حقيقي. اي طبعا انت شوف الاجواء يعني بالنسبه لشعب كركوك من كل الطوائف، يعني تقدر تقول عراق مزقر، يعني اجواء كلش حلوه، يعني تشوف مسيحي كردي عربي تركماني شيعي، يعني من كل الطوائف الحمد لله امن ومتعايشين بسلام. بس يعني قلت لك احنا نتمنى السياسيين يصلحون انفسهم، اما الشعب هو شعب متعايش. راح نعطيك بطايق تصعد الاولاد مدينه العفون سيتي، الاجهزه الموجوده شلون؟ اول قبل ما نعطيك الجائزه شلون شفت الاجهزه خلينا نقول او الالعاب موجوده هنا؟ لا بالذات حيل حلوه، حيل رائعه يعني، ونشكركم ونشكر قناه صلاح الدين على هاي المناسبه الحلوه. هاي بطايق مقدمه من مدينه العاص مايل لاند، تركب بيجها لك خلينا نقول مجانا. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا قناه صلاح الدين، وشكرا طبعا الكادرها، نشكركم حيل. طبعا بالبدايه عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. كادر قناه صلاح الدين الفضائيه، اليوم مثل ما تشوفون اجواء كلش حلوه، مدينه الالعاب كركوك الناس كلها طالعه، يعني هذا اليوم الثالث طبعا والازدحام تشوفونه، والحمد لله امن وامان وكل الناس فرحانه بالعيد ان شاء الله، يا رب يعم الامن والامان على الشعب العراقي. طبعا مدينه الالعاب تختلف هاي السنه، لان يعني الالعاب مالتها كلش متطوره والعابها كلش جميله والعناصر الامنيه متواجده وماكو شيء، الحمد لله اجواء جميله جدا والعوائد كلها مرتاحه ويقضون اوقاتهم بالمتنزهات ومدينه الالعاب. امنياتي ان شاء الله يعم الامن والامان للشعب العراقي. طبعا تحيه الى كل اهل صلاح الدين، اهل محافظتي، اقدم لهم واقول لهم كل عام وانتم بألف خير، وكادر قناه صلاح الدين الفضائيه ان شاء الله التوفيق لكم. ايامكم سعيده ان شاء الله، ينعاد علينا بالصحه والبركه ان شاء الله. اهلا وسهلا، كل سنه انت طيب اجمعين، العراقيين طيبين ان شاء الله. حجيه، بما انك متواجده في مدينه العاص مايلاند، شو تحبين تقولين او لمن توجهين تهنئه بمناسبه عيد الفطر المبارك؟ عنا كل ابناء الشعب العراقي وعلى كل الكادرين كل اولادي واقربائي. شلون تشوفين التعايش بصوره عامه؟ يعني مدينه مكتظه بالمواطنين خلينا نقول من كل القوميات، شلون تشوفين هذا التعايش يعني؟ والله الحمد لله زين، الحمد لله اضواء طيبه حلوه، معك فرق ان شاء الله، عرب كراد تركمان سوا الحمد لله عايشين اجمعين. مثل ما نشوف يعني انتم جايبين عشاكم وياكم؟ عشانا ويانا. شنو العشاء اللي سوينا؟ والله جبنا دولمه ويانا. يعني انتم يمكن خلينا نقول الدولمه منو يشتهر بها اكثر؟ يا قوميه تشتهر بها؟ والله قوميه التركمانيه. التركمان مشهوره بالدولمه، يسوون طيبه يعني. صحيح. جايين انتم والاهل ان شاء الله؟ اي والله الولد والبنات وياي كلهم. شو نشوفين المدينه بصوره عامه يعني مدينه العافون؟ مدينه البع اضواء جيده حلوه، يعني كلش فرحانين الحمد لله. عندك احد خارج القطر او بعيد عليه تريدين تهنيه بهذه المناسبه؟ ابن اخواني هناك بالخارج، واحد باليونان والمانيا، وابن اختي بالمانيا حسن وعلاء. شو تقولين؟ اباركهم بعيد المبارك، كل سنه هم طيبين. اي هذا الجهال صعدوا العاب اللي هو بعدكم ما صعد؟ صعدنا قاعدين هسه تونا جينا بعد. راح نعطيكم جواز مقدم من مدينه العاص مايلاند حتى يركبون مجانا يعني. شكرا شكرا، كل سنه انتم طيبين، ممنون على الكادر، شكرا. هاي البطايق موجوده ان شاء الله، شكرا. تقدرون تلعبون بها ان شاء الله. شكرا، معناتكم من الكادر وجميع اللي صعدوهم بالمقام هذا اللي وجهه لحياته، الله يسلمك، اشكرك، كل سنه وانتم طيبين. شو تحبين تقولي بمناسبه عيد الفطر؟ اقول كل عام وانتم بخير، ان شاء الله صحه وسلامه. عايدتي ماما بابا؟ عايدتيهم؟ اي عايدتهم. تحبيهم؟ اي اكيد. انت ياسر؟ اول متوسط. نجحتي؟ لا بعد ما مستلمين النتيجة. ما مستلمين. ايه.
شلون شفتي المدينة مدينة العام؟ والله أجواء كلش حلوة وتونسنا يعني. شو تبين تقولي؟ ما أدري أقول حلوة. أكثر لعبة اللي صعدتيها عجبتك يعني؟ أخطبوط. الأخطبوط. أي الأخطبوط صعدت. عم تخوف يعني هذه اللعبة؟ ما عادي ما أخاف أني. ما تخاف؟ لا ما كالعب. جربتين كلهن لو بعد؟ لا والله بعد مو كلهم جربتهم. زين إذا أنطيش بطاقة تجربيهن؟ أي عادي أصعد. أي. يلا هاي بطاقة مقدمة من سمايل لاند قناة صلاح الدين. تحبين شو تقولين قناة صلاح الدين؟ أقول شكرا على هاي ما أدري. شكرا. نعم هاي بطاقة مقدمة من سمايل لاند. شكرا. تقدرين تصعدين؟ أي عادي يا عمو. كل عام أنت بخير. أهنأ أهل كركوك بهذا اللقاء والله، والأجواء يعني هنا كلش حلوة، عايد أهلي وناسنا بكركوك والأجواء والله هنا يعني مثل ما تشوف جاعد الأجواء كلش حلوة. بس أنت كشاب شلون شفت المدينة؟ أنت وحدك تيجي له ويا صديقك دائما؟ صديقي أجي المقرب. والله الأجواء هنا كلش حلوة يعني، تونسنا بالألعاب والهذا يعني، والجو حلو وطيب، العوائل كلها طالعة عوائل كركوك يعني مثل ما تشوف أنت يعني الجو كلش حلو. نعم. يعني شو تحب تقول بالعيد هذا يعني دا شوف أكو أمان وهذا؟ والله عايد أمي أقول لها كل عام أنت بخير، وعمامي بأهل ديالة وصلاح الدين أقول لهم كل عام أنت بخير وأهنئكم على هذا العيد. كل عام أنت بخير. وأنت بخير. شو عندك تشوف إن الأجواء أجواء العيد؟ والله حلوة. ركبتي مراجيح شيء بالمدينة هذه؟ ايه. شو ركبتي؟ ركبت هاي اللعبة الجديدة. شو اسمها؟ ما اعرف شو اسمها بس هي جديدة. ايه. وبعد هذه الجديدة يمكن هذه تخوف، هذه يمكن هذه العالية تصعد. اي هاي تصعد وتنزل. تخافين انت؟ لا. لا. يا صفتي. كنت خامس رحت على السادس. متفوقة بالدراسة انها شاطرة يعني؟ لا نص بنص. ليش مو شاطرة؟ لا يعني شاطرة يعني وسط. وسط وسط. ايه. زين منو هذه ويا امك هذه؟ منو هاي صديقتي؟ ما اعرفها هاي. ما تعرفيها؟ لا. زين ايش تتمنين؟ تتمنين يكون اجواء حلوة تصير؟ المن هنيتي اول شيء بالعيد؟ امي، ابويا، عائلتي والشعب العراقي. إلى هنا أحبتي المشاهدين تنتهي جولتنا من مدينة ألعاب سمايل لاند في كركوك. انتظرونا إن شاء الله في حلقات مقبلة وإلى اللقاء.